السلام عليكم أعزائي الطلبة، السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في هذا الفيديو البسيط. اليوم حبيت أتكلم عن مجموعة من الأسئلة اللي توجه إلي طبعا من طلبة يسألون، ولو هذا الشيء أنا طبعا شارحه في محاضرات أو في فيديو سابق شرحت عنه. طبعا طلبة يسألون وتتكرر الأسئلة، بس لا بأس إنه واحد مثلا يعني يعيد ويعني يوضح أكثر على مود شوية لا يبقى لبس أو لا يبقى شيء مبهم. طلبة يسألون يقولون أستاذ، أيهما أفضل، كلية التربية الأساسية أم التربية العلوم الإنسانية أم الآداب أم اللغات بالنسبة لتخصص لغة إنجليزية؟ طبعا أنا هذا حاجي بدرس سابق، بس شوية أريد، العفو، في محاضرة سابقة، بس اللي أريده أنه يعني لا يصير تكرار، أو المعلومات هي موجودة في فيديو سابق، بس اللي أريد أقوله أنه أنت لو رحت التربية الأساسية، بالنسبة لكلية التربية الأساسية طبعا تتخرج معلم جامعي، معلم جامعي، لأن هي كلية التربية الأساسية بالأصل كانت كلية المعلمين، كانت معهد معلمين بعدين كلية المعلمين وهكذا، فاللي يتخرجون منها هم معلمين للمراحل الابتدائية. شنو ميزة كلية التربية الأساسية؟ ميزتها أنه بالتعيين تكون، أنا برأيي واللي شفته أنه حسب خبرتي، بالتعيين تكون أسرع وأفضل. أنا أحكي للتخصص اللغة الإنجليزية، ليش؟ لأن تخصص اللغة الإنجليزية مطلوب، تخصص صعب ومطلوب، أو كثير من المدارس تعاني من النقص. فاعتيادي أنت لو كنت خريج يعني وقدمت وصارت فرصة للتعيين وقدمت أوراقك، طبعا لك الأولوية بالتعيين، حالك حال أبو الرياضيات مثلا أو العلوم، عكس باقي التخصصات اللي تكون يعني أقل مثلا. ولو أنا ما يعني ما أريد يعني أتكلم كلام يعني انتقص بيه من الاختصاصات الاخرى، لا، هي الاختصاصات كلها مطلوبة وكلها نحتاجها بحياتنا، بس اكو تخصص يعني مطلوب بشكل اكثر، اللي هو مثلا قلت لك الانجليزي، الرياضيات، العلوم مثلا، حسب. اكو اختصاصات تكون مثلا، خلي احكيها صراحة، يعني مثلا عندك تخصص الرياضة، عندك تخصص الفنية مثلا، عندك تخصص الإسلامية. عادة أكو كثير من الطلبة، خلينا نكون واقعيين، خلينا نحكي صراحة، طلبة مثلا من يروحون لهيج كليات يروح على هاي الأقسام، ليش؟ لأنه مثلا ما جايب درجة عالية مثلا بالرياضيات أو باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو بالاختصاصات العلمية، حتى يروح كيمياء فيزياء أحياء مثلا هالأمور. فتلقاه مثلا يروح اسلامي يقول لك هذا قدري، هذا كذا، هذه يعني المهم هي رحمة الله، كل من وحظه ونصيبه. بس انا اللي اقوله انه انت روح الاختصاص الصعب وروح الاختصاص المطلوب. بس انا من جهة اختار اللغة قبل ما، يعني في مرحلة الرابعة، وتحملوني شوية اليوم اريد اتكلم، ما عندك شيء، اذا عندك وقت يعني اسمعني للاخير، هم تستفاد من خبرتي بالحياة. من جهة اروح تخصص لغة انجليزية، شفت نفسي اني يعني بهذا تخصص ممتاز، يعني أميل للغة، تعجبني اللغة، أحب أتكلم، أحب أكتب، أشوف السبيلينج، الإملاء، الكذا، أتابع أفلام، أشوف حوار ما حوار، يعني بالقدر اللي أعرفه أحاول أترجم، أحاول وحدي خارج أوقات الدوام مثلا أطلع، أحاول أقرأ قدر الإمكان. شفت نفسي إلي رغبة بهذا القسم، فطورت هاي الرغبة إلى أن وصلت لسادس إعدادي، وبعدين رحت للكلية. التخصصات الأخرى تكون أقل يعني بالنسبة للدولة، هي كلها مهمة، هي ذات الرياضة، الفنية، الإسلامية، التخصصات الأخرى يعني هي كلها مهمة بحياتنا نستفيد منها. بس المشكلة وين؟ المشكلة الدولة المن تريد مثلا تقول لك أبو الإنجليزي هذا قليل نادر جيبه، أبو الرياضيات، أبو اللغة العربية، أبو العلوم، يعني هاي أكو تخصصات، الكيمياء، الفيزياء، يعني الأحياء، هذه مطلوبة لأنه أكو مدارس تعاني من النقص في هذه المواد. انت من تروح لهذا التخصص اللي هو لغة انجليزية، هذا التخصص مطلوب، فمن يجي التعيين وتيجي فرصة للتعيين، طبعا هاي من تصير،
من ينفتح باب تعيين على المستوى الحكومي طبعا فرصتك تكون أفضل، فرصتك تكون أفضل لأنه اختصاصك مطلوب. وإذا كنت صباحي لك الأولوية، بعدين لأنه الصباحي مطلوب، بعدين راح يجي المسائي. أوكي، لما تجي أكو فد مفاضلة، ياهو اللي يختارون الأفضل. يعني أبو الصباحي طبعا يعني يقدم على المسائي وهكذا. ف أبو خريج التربية الأساسية، خريج تربية أساسية قسم لغة إنجليزية، تعيينه وين راح يكون؟ تعيينه على المدارس الابتدائية. المدارس الابتدائية لو تشوفها على مستوى العراق، مدارس الابتدائية هواية، عندنا أطفال هواية، عندنا سكان هواية. فأنت وين يعني؟ أنت لو شوف تدرس في منطقة معينة وتأخذها، شوف كم مدرسة ابتدائية موجودة عندك ولد، عندك بنات، عندك مختلطة، أكو مدارس ابتدائية. لكن شنو، أنت عندك المتوسطة، يمكن متوسط أو متوسطتين قليلة، يمكن إعدادية تلقى بس وحدة أو اثنين، وحدة ولد وحدة بنات. فبما أنه المتوسطة، العفو الابتدائية، بما أنه الابتدائية أعداد المدارس الحكومية هواية، فأنت فرصتك بالتعيين تكون شنو؟ تكون أكثر أفضل. تتعين أنت كمعلم، معلم بعنوان معلم جامعي وعندك بكالوريوس، فراتبك هو نفس راتب المدرس، هذا بكالوريوس هذا بكالوريوس. لأن أنا أقصد المدرس منه خريج التربية للعلوم الإنسانية، يعني أبو التربية وأبو الآداب وأبو اللغات وهكذا. ففرصتك بالتربية الأساسية، فرصتك بالتعيين اللي أنا شفته وحسب خبرتي، إذا يمكن أكو يعني واحد عنده معلومة أكثر، تكون أفضل، تكون أزرع. هذا جانب. بالنسبة لي إذا تريد وأنت خريج كلية تربية أساسية وتريد تكمل ماجستير، طبعا الفرصة ضئيلة، الفرصة يعني محدودة، لأنه اللي لازم تكمل ماجستير هاي تحكي داخل العراق، يا إما بابل حسب علمي لحد الآن، يا إما جامعة بابل أو جامعة الموصل، الماجستير لغة إنجليزية. لأن أبو خريج التربية الأساسية وريد يكمل ماجستير لغة إنجليزية ياخذ طرائق فقط، اكو اختصاص طرائق، اكو طرائق تدريس لغة إنجليزية، اكو لغة ماجستير، لغة ماجستير طرائق تدريس، ماجستير لغة، وماجستير أدب. فأبو الخريج خريج التربية الأساسية من حقه أنه يكمل طرائق تدريس لغة إنجليزية في كليات التربية الأساسية اللي فاتحة ماجستير. هاي وين فقط اللي موجودة بالعراق؟ بابل والموصل، عندك بس هالمكانين. انتهينا هسه من التربية الأساسية، خلينا بالتربية. أبو التربية، أبو التربية من يتخرج التربية للعلوم الإنسانية، طبعا هذا من حقه، من حقه يقدم على الابتدائية، ومن حقه أيضا يقدم على المتوسطة، يصير مدرس متوسطة وإعدادية. قبل ما نروح للخريج كل التربية للعلوم الإنسانية، مو التربية الأساسية، أبو التربية الأساسية، هذا السؤال يوجه لي دائما، هل يحق لي يصير مدرس؟ الجواب شوف، حسب ما أنا سألت، أكو أنت خريج تربية أساسية متعين معلم جامعي في مدرسة ابتدائية، وكان هناك حاجة لوجود مدرس في المتوسطة. طبعا أنت راح تنقل بس مو نقل يسموه تكليف، لا تنسيب، أكو شيء اسمه تنسيب. التنسيب بس أنا ما أريد أدخل بهالتفاصيل، النقل تعرفه، تنسيب يعني هو يبقى بنفس مدرسته ويروح سنة لغير مكان، وبعدين من يكمل السنة يرجع المدرسة، هذا يسموه تنسيب. النقل لا، أنت تنقل من هذا المكان إلى هذا المكان بعد ما لك علاقة بالمكان الأول. أبو التربية الأساسية من يجي يدرس بالمتوسطة، لا يسمى، ما يسموه لا العنوان اللي صاير، طبعا هو يبقى معلم جامعي، عنوانه معلم جامعي، بالمتوسطة الطلبة ما يعرفون هالأمور وكذا، فهو مدرس عادي، يقول المدرس، بس هو عنوانه معلم جامعي موجود بالمتوسطة بعنوان تكليف، مكلف، هو مكلف أنه يدرس اللغة الإنجليزية بالمتوسطة، وحتى ممكن بالثانوية، ممكن ترهم بواسطة معينة بترتيبات، يصير وين؟ يصير بالإعدادية، تصير هالأمور بها واسطة، بها ترتيب، بها توجد حاجة معينة تصير. أوكي، انتهينا من أبو التربية الأساسية، الاختصاص وين يتعين،
الاختصاص وين يتعين وفرصته بالتعيين، والماجستير يكملها يا اما بابل يا اما الموصل. اوكي، واجوز بالمستقبل الامور تتغير، ما اعرف. المهم نجي لابو التربيه. ابو التربيه يتخرج طبعا مدرس، من حقه هو يعني يدرس بالمتوسطه، من حقه يدرس بالاعداديه، وايضا ممكن ينزل للابتدائيه عادي جدا. هاي الشغله ابو التربيه، والتربيه الاساسيه هذا هو تربوي، يدرس فد امور. اكو نوبات الطلبه مثلا يحجون وياي، او يعني حتى انا شفتها، يقول لك استاذ احنا اكو فد امور باللغه العربيه مثلا هو دا يدرس لغه انجليزيه، ودا يدرس علم نفس، دا يدرس مثلا حقوق انسان، يدرس بعض الامور، يدرس احصاء. اتذكر بوقت نحن درسنا احصاء تدرسه هو رياضيات، بس تدرسه حتى تعرف النسبه، يعني مثلا الناجحين ايش قد، الراسبين ايش قد، وين الخلل، وين الكذا، هاي امور تفيدك يعني. فابو التربيه والتربيه الاساسيه هو يعد تربوي، هذا تربوي، شغلته انه يدرس وبس، عمليه تدريس، لا عمليه تدريس وعمليه تربيه وعمليه اعداد جيل الى اخره. ابو الاداب، هسه حكينا على التربيه الاساسيه، حكينا على التربيه العلوم الانسانيه، خلينا بالاداب. الاداب خريج الاداب هو مو شغلته تدريس، هو يدرس لغه انجليزيه، ولكن شغلته شنو؟ مو تدريس، هو يتخرج كباحث، باحث في مجال اللغه، ولكن ممكن يتعين كمدرس. اوكي، ابو اللغات كذلك، هذا ابو اللغات شغلته مثلا من يتخرج، هذا شغلته بعلم اللغه، ما لغه هالامور، الترجمه، بس مو شغلته بالاساسيه هو التدريس، ولكن ممكن من يصير مثلا، يعني هسه انا مثلا انا بالدوله، انا خلينا نقول بالدوله ومسؤول، وعندي واحد خريج تربيه اساسيه، عندي واحد خريج تربيه، عندي واحد خريج اداب، عندي واحد خريج اللغات. هذولا من اجي اختار الابتدائيه، انا اريد جماعه اختصاص لغه انجليزيه على الابتدائي، اختار منين؟ من التربيه الاساسيه. اريد منه؟ اريد للمتوسطه او للاعداديه، اختار منه؟ اختار ابو التربيه. زين، عندي صار نقص، عندي صار اريد بعد اروح وين؟ اروح على ابو الاداب واروح على ابو اللغات. فقصدي اذا انت تريد ولك اولويه يعني بالتعيين كمدرس مثلا، كمدرس تروح تربيه، الاداب واللغات هاي تجي درجه اخرى بعدين، لانه يعني ما لها علاقه بشكل مباشر بالتدريس، التربيه لها علاقه بالتدريس. هاي الشغله. وطبعا قلت لك بالتربيه الاساسيه والتربيه والاداب واللغات، طبعا يختارون شنو؟ يختارون ابو الصباحي، بعدين المسائي، بعدين الصباحي والمسائي، الصباحي والمسائي، وهكذا الى الاولويه. بعدين اذا ذول اكتفوا من كلهم، وين راح يروحون؟ راح يروحون على الكليات الاهليه، يروحون للكليات الاهليه حتى يختارون منها التخصص اللي يريدوه، ورا ما يكتفون من الحكومه. طبعا احنا بدنا نحكي بشكل عام وبدنا نحكي بشكل اصولي، ولكن تدخل الواسطات في كثير من الامور، ويعني على كل هذا الموضوع. بالنسبه لابو التربيه، أبو التربية خريج التربية لغة إنجليزية، خريج الآداب لغة إنجليزية، وخريج اللغات لغة إنجليزية، هذا من حقه يقدم ماجستير في كليات التربية اللي يعني فاتحة ماجستير، وأيضا يحق له في كليات التربية الأساسية أيضا. هيك شوف، لاحظ إلى في الميزة. بس أبو التربية الأساسية لا، شوية مطوقي وحاصري، مقيدي، اللي هو قلت لك لو بابل لو الموصل، حاليا احتمال يعني وراء هذا الفيديو تمر عليه سنوات، احتمال ما يبقى، يعني هذا القانون احتمال يتغير، احتمال كليات اخرى تفتح. وانا المعلومات اللي عندي انه ماكو كوادر كافيه من خريجين الدكتوراه، يعني العفو عندهم يعني شهاده الدكتوراه، حتى يتم فتح الماجستير في كليات التربية الأساسية، اللي طبعا كثير من الطلبة يريدون ويتمنون، لكن ما يقدرون. وأكو طلبة راحوا كلية التربية الأساسية بعدين تندموا، ليش؟ لأنه طموحهم بعدين صار عندهم طموح إنه يكملوا الماجستير، لكنه مشكلة هذا التقييد اللي صاير يعني مانعهم، ولذلك
قسم منهم، قسم كبير يكملون ماجستير خارج العراق. ف شنو اللي يريد؟ خلي أتذكر الأسئلة اللي أنتوا طرحتوها يعني. ها، بالإضافة إلى هذه، أنت كتخصص لغة إنجليزية سأنا حكيت على التعيين الحكومي، حكيت على التعيين. إذا أنت ما لقيت تعيين حكومي تقدر تروح على المدارس الأهلية، مدارس الأهلية تطلب تطلب تخصصات، والتخصصات اللي قلت لك الإنجليزي والرياضيات واللغة العربية والعلوم، هذه هاي مطلوبة طبعا. تقدر أنت بالمدرسة الأهلية تشتغل على حسب الأصول، وتقدر مثلا تشوف لك معهد أيضا تدرس بدروس تقوية على حسب الأصول. ففرصتك أنت لو رحت لغة إنجليزية، وطبعا مو بس أنت خريج وبس يعني، لا، أنت بالإضافة تدرس تدرس مواد الكلية على حسب الأصول، تضبط نفسك يعني، وحتى تقرأ بشكل زايد حتى تطور من قابلياتك. وبالإضافة إلى هاي، ورا ما تتخرج أنت تروح على المناهج الدراسية اللي هي مناهج الابتدائية ومناهج المتوسطة ومناهج الإعدادية، حتى أنت تبدي تدرب نفسك عليها، حتى أنت تأخذ مثلا باتشر أكبر، تقول أنا لو تعينت في مدرسة حكومية أو شفت تعيين في مدرسة أهلية يعني أحاول شلون أدرس. طبعا وهاي فكرة التدريس وشلون أدرس وشلون، هذه بحث آخر، هاي راد لها محاضرات أخرى. شلون تدرس طبيعتك، وشلون تعرف بعلم النفس، شلون توصل المادة للطلبة، شلون أنت سلوكك وكذا، هذا غير موضوع. أعزائي، أعتقد يعني جاوبتكم على بعض الأسئلة اللي أنتم تطرحوها في هذا الموضوع اللي هو لخريجين كليات التربية والتربية الأساسية والآداب واللغات. أتمنى الفيديو راقلكم، آسف للإطالة، وتقبلوا تحياتي، وإلى اللقاء.